معلش روح جديدة العمر فاحنا يعني باسم نادي الزمالك بنرحب بسعادتك وبنهني المجلس الجديد وعلى شرف سعادتك تشريفنا النهارده، وبنشكر كل من تقدم للترشيح المجلس الجديد، بندعو له بالتوفيق. الساده اللي لم يوفقوا يعني لم الاسره جميعا على روح حب وود، وان شاء الله ربنا هيكرمنا في اللي جاي. بقدم برضو كل التحية لأخويا أحمد جلال ابن المستشار جلال إبراهيم، اللي هو برضو أخونا عمنا الكبير، لأنه ما يعني كان تنافس في روح مرتضى. تقول إيه لسيادة الوزير؟ ألف مبروك يا سيادة المستشار، والله يعني إن شاء الله التوفيق على إيدك كده. لا أنا عايز أقول لسيادة الوزير، أنا لسه كنت بقول دلوقتي إن سيادة الوزير تقريبا دكتور تخدير، فعنده مشكلة كبيرة جدا جدا. حلها إزاي؟ حقن البنج هنا وحقنة بنج هنا بسياسة محترمة جدا، الناس كلها خارجة من عنده فرحانة بيه، مفيش خسران وكسبان. قبل ما بشكره بشكر عمري فاروق، سيد وزير عمري فاروق وزير الرياضة، اللي كان ليه دور محترم. بشكر طاهر أبو زيد، كان ليه دور محترم جدا. وبعدين السيد الوزير صمم انتخابات تتعمل في ميعادها، حل مشكلة الأندية مع الفيفا، حل مشكلة الأندية مع اللجنة الأولمبية. واي حد زعلان ان الناس بتتجمع مع بعض، يعني النهارده ادي الدكتور كمال درويش وادي مستشار جلال ابراهيم، ولو الاخ ممدوح عباس كان موجود كنا بتكلم على يا بيه بتكلم على الرؤساء الاول. انا كلمته النهارده هو ما ردش على التليفون، مش مشكله. وانا قلت احنا بنبدا صفحه جديده، كلمته النهارده وانا يوم الانتخابات رحت سلمت عليه ما عنديش مشكله. وانا اللي كلمت الدكتور كمال النهارده وعرضت عليه باسم المجلس ان يكون مستشارا رياضيا لمجلس الاداره ومكتبه زي ما هو، وعرضت على الاخ عمر هريدي ان يكون مستشارا قانونيا لمجلس الاداره بلا اجر متطوع. احنا عايزين نلم بعض تاني، اللي هيخرج من الصف بقى ده مشكلته. انا قلت دكتور كمال النهارده لما كلمني السيد رئيس اتحاد الكوره وبعض اعضاء اتحاد الكوره، قلت له لو اللائحه بتسمح دكتور كمال يستمر رئيسا لجنة الأندية، أنا بقول له اتفضل. ودي روح اللي في نادي الزمالك على فكرة. عايز أقول للسيد وزير الشباب أو وزير الرياضة، عايز أقول للسيد وزير الرياضة، طب نادي الزمالك يكفي دعمه المعنوي لهذا المجلس.